بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الأولى بعد المئة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. مستمعين الكرام، سوف تستمعون في هذه الحلقة إن شاء الله من فضيلة الشيخ إلى إجابة عدد من الأسئلة. أولها من مستمع يسأل عن رميه للجمرات قبل الزوال، ثم سؤال له أيضا عن صرف كفارة اليمين لبعض المكتبات، وسؤال أخير له يقول: رميت جمرة العقبة يوم العيد ولم أتذكر التحلل، فما علي؟ بعد ذلك يجيب فضيلة الشيخ عن سؤال للمستمع محمد إبراهيم من اليمن، يسأل عن القراءة على قبر الميت بعد دفنه والدعاء الجماعي له، ثم سؤال له أيضا عن حكم الدعاء بعد الصلوات المكتوبة والنافلة، ثم سؤال له أخير يقول فيه: هل نصلي ونسلم على غير محمد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ بعد ذلك سؤال من المرسلة عين صاد ألف تقول: هل يكفي تمزيق الأوراق التي فيها ذكر لله لجواز رميها في المهملات؟ ثم سؤال لها آخر تسأل فيه عن رفع الصوت على الوالدة من البنت العصبية، هل هو من العقوق؟ وفي آخر أسئلتها تقول: إذا لم يتبين للمستخير أي أمريه أفضل، فماذا يفعل؟ بعد ذلك ثلاثة أسئلة من المستمع بابكر الزبير مبارك، سوداني مقيم في المملكة، يقول في أولها: من أول من يدخل الجنة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وفي الثاني يقول: هل تتزوج النساء في الجنة كما يتزوج الرجال من الحور؟ وفي ثالث أسئلته يسأل عن الوساطة في اختيار الزوجة، ويطلب توجيه الشيخ في ذلك. ثم سؤال لمستمعة من ضواحي المدينة النبوية، لم تذكر اسمها ولم ترمز له، تسأل عن حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية، ثم تسأل في سؤال آخر عن لبس النساء للشراب الأبيض في المدارس وغيرها، وهل هو من التشبه بالرجال؟ وفي آخر أسئلتها تسأل عن حكم صيد طائر الهدهد، وهل على من صاده فدية؟ بعد ذلك سؤال من المستمع عين حاء باء من المنطقة الغربية، يقول: هل تكفي الأضحية الواحدة عني وعن أسرتي وأهلي؟ ثم آخر أسئلة الحلقة سؤالان من المستمعة فاطمة محمد من الأردن، أولهما تقول فيه: أضطر بحكم عملي لتلاوة القرآن ولمسه وأنا حائض، فما الحكم؟ وفي آخر أسئلتها، وهو آخر أسئلة هذه الحلقة، تسأل عن القسمة والنصيب في الزواج ودور العبد في ذلك. فإلى أول أسئلة هذه الحلقة. هذا سؤال بعث به أحد المستمعين لم يذكر اسمه ولم يرمز له ضمن عدد من الأسئلة، يقول في أولها: قمت بفريضة الحج قبل 4 أعوام ومعي زوجتي وأبناؤنا، ووكلتني زوجتي لأرمي الجمرات، وفي اليوم الثاني رميت الجمرات 10:30 صباحا تقريبا، أنا وموكلتي، هل علينا شيء أم فعلي صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن رمي الجمرات في أيام التشريق 11 و12 و13 لمن تأخر لا يكون إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الرمي في هذه الأيام إلى أن زالت الشمس، وكذلك أصحابه من بعده كانوا يتحينون زوال الشمس ثم يرمون. ولو كان الرمي جائزا في هذه الأيام قبل الزوال لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، كما بين ما يجوز لهم من الرخص في الحج
لا يجزي الرمي قبل الزوال اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، ومن رمى قبل الزوال في هذه الأيام فإن رميه غير صحيح لأنه وقع في غير وقته، كما لو صلى في غير الوقت، لأن العبادات المؤقتة بأوقات لا تصح إلا في هذه الأوقات. وعلى هذا فرميكم غير صحيح، وعليكم أن تفدوا كل واحد عليه فدية عن رمي الجمرات، لأن رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، من ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجبره بفدية، ومن لم يستطع أن يذبح الفدية فإنه يصوم 10 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: في حلف اليمين، هل يمكنني أن أعطي مبلغ 100 ريال لبعض المكتبات وأستلم إيصالا بذلك، علما بأنني مقتر ولم أتمكن من الإطعام والكسوة؟ نقول لا تكفي في كفارة اليمين، لأن الله نص على الإطعام أو الكسوة أو العتق، وإخراج القيمة لم يرد في الآية الكريمة. لكن إذا لم تستطع الكفارة بالمال فإنك تنتقل إلى الصيام، تصوم 3 أيام. قوله تعالى: كفارته يعني الحلف، طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت. فإذا كنت لا تستطيع تكفير بالمال هذه الأمور الثلاثة فإنك تنتقل إلى الصيام 3 أيام. نعم. الله إليكم. ربما قصد إعطاء بعض الجهات التي تتولى الإطعام، بعض الجهات الخيرية. يقول أنا ما أقدر، ويقول في آخر سؤال: وأنا ما أقدر. ما يقدر على إيش؟ ما يقدر على الكفارة أو ما يقدر على التوزيع؟ الإطعام والكسوة. لا يقدر على الإطعام والكسوة، يصوم 3 أيام. نعم. بارك الله. في آخر أسئلة يقول: وأما دفعها لمن يوصلها إلى المحتاجين إذا كان يثق، إذا كان يثق من هذا الشخص أنه يوصلها إلى أهلها، هذا التوكيل في هذا جائز. نعم. أما إذا لم يثق أو لا يعرف الجهة أو لا يدري عن أمانتها وعن قيامها فلا يدفعها، لأن لا تبرأ ذمته لا بإيصالها إلى المستحقين. نعم. سلام الله عليكم. في آخر أسئلة يقول: في جمرة العقبة يوم العيد رميت الجمرات لي ولموكلتي، أقصد زوجتي، ولكني لم أتذكر بأني عملت تحليلا لزوجتي أم لا، ربما أراد التحلل من الإحرام، فماذا علينا؟ نعم. يقول: في جمرة العقبة يوم العيد رميت الجمرات عني وعن موكلتي، أقصد زوجتي، ولكن لم أتذكر بأني عملت تحليلا لزوجتي. أولا التوكيل لا يجوز إلا عند العجز عن الرمي، إذا كانت المرأة تستطيع الرمي بنفسها إنه يجب عليها ذلك، لا سيما في يوم العيد. يوم العيد واسع، إمكانها أن ترمي في أي وقت منه، ولا في زحمة، ما في يوم العيد زحمة، الناس يبدأوا من بعد منتصف الليل ولا يكون فيه زحمة بعد العصر، وكون الناس قد ذهب أكثرهم، هذا من ناحية التوكيل. وأما قولك أنك لم تحلل زوجتك، فإن كان المراد أنك لم تأمرها بقص رأسها لأجل التحلل فإنه يكون باقيا عليها، تفعله الآن، أفعله الآن في أي مكان بنية أداء هذا النسك من أنساك الحج. وإذا كان حصل جماع بينك وبينها قبل قص رأسها فإنها تفدي، يكون عليها فدية ذبح شاة بمكة توزعها على فقراء الحرم، وإن لم يحصل جماع فالحمد لله تقصر من رأسها من كل ظفيرة قدر أنملة في أي وقت وفي أي مكان بنية النسك. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المستمع محمد إبراهيم من الجمهورية اليمنية الحديدة بعث 3 أسئلة. يقول في أولها: اعتاد بعض الفقهاء عندنا هداهم الله بعد الانتهاء من دفن الميت أن يجلس الفقيه عند رأس الميت ويشرع في القراءة، فيبدأ بقراءة قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ثم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ثم الفاتحة، وعندما يصل إلى قوله: ولا الضالين، يقول الحاضرون معه آمين جهرا، ثم يقرأ قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم يقول للميت: ثبتك الله بالقول الثابت 3 مرات، ثم يقول له: إذا جاءك الملكان الموكلان بك يسألانك من ربك ومن نبيك، فقل لهما: الله ربي ومحمد النبي والكعبة قبلتي والمؤمنون إخواني، مرتين. هل فعله هذا جائز؟ وما توجيهكم أثابكم الله؟ هذا الفعل كله لا أصل له، وحديث التلقين بعد الدفن حديث ضعيف، بل بعض العلماء يرى أنه موضوع،
لا تقوم به حجة، وإنما المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا فرغوا من دفن الميت يقفون على قبره ويسألون ويستغفرون له ويسألون الله له التثبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن بعض الصحابة قال للحاضرين اغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا ينفعه بإذن الله. أما قراءة القرآن عند رأس القبر وأما التلقين بعد الدفن كل هذا لا أصل له. نعم. السلام الله عليكم. يقول في سؤاله الآخر هل يجوز الدعاء بعد الفراغ من الصلوات؟ لا بأس بالدعاء بعد الفراغ من الصلوات، لكن بصفة فردية لا بصفة جماعية ولا برفع صوت ولا برفع اليدين، كل هذا لم يرد، وإنما يدعو المسلم لنفسه ولإخوانه المسلمين منفردا، ويسر بالدعاء أيضا لا يجهر به لئلا يشوش على المصلين من حوله والجالسين من حوله. نعم. سلامكم الله. في آخر أسئلته يقول إذا ذكر أحد الأنبياء غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل نصلي ونسلم عليه أيضا؟ نعم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصلى عليهم، يقال عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام. نعم. المرسلة عين صاد ألف من الرياض تقول ما حكم تمزيق الأوراق التي يكتب عليها لفظ الجلالة بحيث أفرق بين هذه بين حروف هذه الألفاظ مثل الألف واللام والهاء من لفظ الجلالة ثم أضعها في سلة المهملات، فهل يكفي ذلك أم لا بد من تحريقها؟ إذا خشيت عليها من الإهانة فإنك مخير بين أن تحرقها أو بأن تمزقها بحيث لا يبقى لها وجود في الورقة، بحيث يبقى تقرأ يبقى منها ما يقرأ، فإذا مزقتها تمزيقا كاملا حتى ضاعت الحروف ولا تمكن قراءتها كفى هذا، أو تحرقها. نعم. مثل لو مزق الاسم الواحد مزقتين كفى ذلك؟ إذا مزق تمزيقا لا يقرأ بعده المكتوب حصل، أما إذا كان يبقى شيء يقرأ فلا يحصل المطلوب. نعم. تقول في سؤال آخر أنا فتاة عصبية جدا وعندي حالة نفسية، وإذا حددتني والدتي بأمر معين أعنف عليها وأحيانا أرفع صوتي عليها، فهل يعتبر هذا من العقوق؟ نعم، هذا يعتبر من العقوق ومن الإساءة الوالدة أو الوالد، قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما، عليك التوبة إلى الله واللطف في القول مع والدتك والرفق بها. نعم. في آخر أسئلتها تقول عندما أصلي صلاة الاستخارة أذكر الدعاء الوارد ثم لا أحس بميل لأحد الأمرين فماذا أفعل؟ تكررين الاستخارة إلى أن يترجح لديك أحد الأمرين، كرري الاستخارة. نعم. أحسن الله إليكم. با بكر الزبير مبارك من السودان يقول من أول من يدخل الجنة من البشر وما أول طعام أهل الجنة؟ أما أول من يدخل الجنة من البشر فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يفتتح باب الجنة، وأول من يدخلها من الأمم أمته، ما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أول طعام أهل الجنة الله أعلم، لا يحضرني شيء في هذا لأنه من زيادة كبد الحوت، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال آخر هل النساء يتزوجن في الجنة كما يتزوج الرجال من الحور؟ الله سبحانه وتعالى أخبر أن النساء المؤمنات يدخلن الجنة في سن الشباب، إنا جعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، فالمؤمنة إذا دخلت الجنة تعاد في سن الشباب، و يكون لهن أزواج من أهل الجنة، وكيفية الزواج الله أعلم بها، لكن يكون لهن أزواج، زوجناهم بحور عين زوجناهم. نعم. الله إليكم. في آخر أسئلته يقول أخي يريد الزواج ويلح علي أن أختار له الزوجة المناسبة، وأنا أخشى من هذا الأمر أن يختلفوا فيما بعد وأكون أنا السبب في ذلك، فما توجيهكم حيال مثل هذه الوساطة جزاكم الله خيرا؟ اجتهدي وابذلي ما يسعك في الوساطة، وأما عاقبة الأمور فهي إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة من ضواحي المدينة المنورة لم تذكر اسمها تقول في سؤالها الأول ما حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد يسمونها إسلامية هذه من أناشيد الصوفية، أناشيد الصوفية ما عرف اتخاذ الأناشيد دينا وإسلاما إلا عند الصوفية، هذا من البدع. أما إنشاد الشعر المفيد، إنشاد الشعر المفيد أو النافع في اللغة أو في الدين أو في الوعظ فلا بأس به، لكن لا يكون بصوت جماعي تطريب، وإنما يكون بصوت انفرادي كما كان
حسان رضي الله عنه ينشد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان حداة الجيش في السفر ينشدون، ينشد الواحد من أجل أن تتبعه الإبل في الطريق ومن أجل أن ينشط المسافرين. هذه أمور جائزة لكن لا تسمى أناشيد إسلامية، وإنما يسمى إنشادا ويكون بصوت فرد واحد. نعم. أحسن الله إليكم. تقول في سؤال آخر: ما حكم لبس الشراب الأبيض بالنسبة للنساء وذلك في المدارس، وهل هذا العمل تشبه بالرجال؟ إذا لبست المرأة ما يختص بالنساء فلا بأس، وإن لبست ما يختص بالرجال هذا لا يجوز، هذا يعتبر من التشبه. فلا يجوز للرجل أن يلبس ما يختص بالنساء من الملابس من شراب وغيرها، ولا يجوز للمرأة أن تلبس ما يختص بالرجال من شرائب وغيرها. نعم. جزاكم الله. في آخر أسئلتها تقول: ما حكم صيد طائر الهدهد؟ لأن بعض الناس يقول إنه لا يجوز صيده وأن من فعل ذلك عليه فدية، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد والصرد، لا يجوز، والضفدع، هذه الثلاث لا يجوز قتلها، الهدهد والصرد والضفدع لا يجوز قتلها ولا يحل أكلها، لأن ما نهي عن قتله أو عن ذبحه لم يحل أكله. نعم. جزاكم الله. السائل أخوكم في الله عين حاء باء من المنطقة الغربية بالمملكة يقول: إن والدتي وأبناءها يسكنون في قرية، والدي متوفى وأنا أسكن في مدينة بعيدا عنهم، مع العلم أنني وليهم، وفي وقت عيد الأضحى أذهب عند والدتي وأبنائها فتعطيني الوالدة الأضحية من أغنامها وهي ذبيحة واحدة، وذلك لها ولأبنائها ولي أنا وزوجتي وأبنائي، هل يكفي ذبح أضحية واحدة لي أنا وأبنائي وزوجتي ولأمي وأبنائها، أم لا بد من ذبح أضحيتين، واحدة لي وواحدة لهم؟ وإذا كانت واحدة لا تكفي فماذا أفعل فيما مضى؟ أفتوني مأجورين. تكفي الأضحية الواحدة عن صاحب البيت وعن أهل البيت، تكفي الأضحية الواحدة عن أهل البيت وعن صاحب البيت، وإذا نوى إشراك أحد معهم جاز ذلك وناله من أجرها. إن اقتصرتم على واحدة فلا بأس، وإن ذبحت عنك وعن أهل بيتك أضحية وهي تذبح عنها وعن أهل بيتها أضحية أخرى فالأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم. والأضحية ليست واجبة وإنما هي سنة. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة فاطمة محمد من الأردن بعثت عددا من الأسئلة، بعثت سؤالين اثنين، تقول في أولهما: أنا معلمة أدرس التربية الإسلامية للمرحلة الابتدائية، وأضطر إلى تلاوة القرآن الكريم ولمسه، والدورة الشهرية علي، هل هذا صحيح مني أم خطأ؟ أفيدوني أفادكم الله. أما تدريس القرآن عن ظهر قلب من غير مس للمصحف فتجوز للحائض عند الحاجة، تجوز للحائض عند الحاجة والضرورة، وأما مس المصحف فلا يجوز إلا من وراء حائل، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر، ما في حديث عمرو بن حزم، اتفق الأئمة الأربعة على ذلك أنه لا يجوز مس المصحف لمن كان على حدث مباشرة، أما إذا مسه من وراء حائل أو بواسطة عود فلا بأس بذلك. فبإمكانك أن تجعلي على كفيك شيئا من الثوب أو من العباءة أو من القفازين، ولا بأس أن تمسي المصحف أو الآيات من وراء هذا الحائل أو بمسطرة أو بعود أو قلم. نعم. في سؤالها الثاني تقول: أسأل عن القسمة والنصيب في الزواج، هل الزواج قسمة ونصيب أم أن الفرد هو الذي يحدد ويختار شريك حياته؟ وهل العبد يكون السبب في الرفض، حيث يقولون إن العبد هو السبب، وإذا تأخرت البنت في الزواج ووصل عمرها إلى 35 سنة أو 40 سنة فما فوق ولم تتزوج، فهل لذلك علاقة بالقسمة والنصيب أم لا؟ لا شك أن الزواج أنه قسمة من الله سبحانه وتعالى وقدر مقدر، ولكن على العبد أن يبذل الأسباب فيتحرى الزوجة صالحة، وكذلك على ولي الزوجة أن يتحرى لها الكفء الصالح، هذا من بذل الأسباب. وأما عاقبة الأمور وحصول الوئام بين الزوجين أو الاختلاف فهذا بيد الله سبحانه وتعالى، هذا بيد الله. وأما المرأة أو وليها أو الزوج إذا بذلوا الأسباب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعلوا ما أمروا به وما يستطيعون، وأما النتائج فهي عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الغالب بإذن الله أنها إذا بذلت الأسباب وعمل بالسنة أن الله يوفق الزوجين الزوجية الصالحة والمعاشرة الحسنة. نعم. أحسن الله عليكم ونفع بعلمكم. وثنا المستمعين الكرام، تفضل بالجواب عن أسئلتكم
أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ونحن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج الدائم: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت ناصر الجريسي، والسلام عليكم.